طبقا للرئيس قالهولك نعم انه بيتم دراسه اقامه منتدى لشباب افريقيا. نعم. ومنتدى للجيش العربي كان قبل كده. نعم. بيقول لي احد. نعم. نعم. شباب، مركز شباب يعني منتدى شباب مصر وافريقيا، يعني قال لي هذا الامر يعني في ضوء الدراسه، وان شاء الله وسيقام. يعني هذه ايضا من ضمن المبشرات او من ضمن الايجابيات التي لقيناها. يا استاذ حسن، في المنتدى كانت ايه حجم الاهتمام بها؟ الارهاب. الارهاب نعم. راينا يعني صراحه هو برضه في ضمن اللقاء اللي حدث تحدث في موضوع الارهاب وموضوع كيفيه استغلال الشباب في جعلهم يعني يدخلون في الارهاب عن طريق جهلهم او عن طريق يعني دعواتهم بان هذا الامر يعني يدخل الى الجنه مباشره يعني بطريق او غير مباشر، هذا بسبب جهله. لكن اذا تعلم او اخذ خلفيه عن العلم او ذهب الى الخارج هذا امر يفيده جدا. فصراحة كان ملم سعادة الرئيس بالامر جدا في موضوع الحفاظ على الشباب، لانهم هم منهم ينطلقون لاجل تحديد اغراضهم التي نقول عليها خبيثة صراحة. الشاب هو يستحق ان يدرس، يستحق ان يكون زهرة في الحياة، لكن هم ياخذونه ويدمرونه بافكار. هترجع ايه تقول لي للطلبه زمايلك في مجلس الاتحاد الطلبه في النيجر؟ نعم. تقول لي على هذه الرحله. رحله كانت مفيده جدا، رحله اخذنا منها نقاط عديده بان لا تيأس، يعني كن دائما واقف على هدفك، ومهما حصلت لك من صعوبات او يعني عراقيل في الطريق هكذا هو، هذه هي الحياه. ف كيب جوين زي ما يقولوا، او اكمل طريقك لانه المشوار طويل جدا. وكما قال الرئيس ايضا اليوم كنا معه في الماراثون، يعني كان مهم انه يقول للشباب يجب ان تكونوا شباب سلام وشباب من اجل المستقبل، نحن سنبني المستقبل. هذا اهم دافع للشاب يعني ان ياخذه، يعني هذا ما ساقدمه لهم. يعني اول رساله ارسلتها بالتليفون بتاعك لاصدقائك او لاهلك كانت ايه؟ قلت لهم صراحة يعني كنت أتمنى أن تكونوا موجودون معي هنا. بعتها لمين يا حسن؟ بعتها أولا لزميلي، وكان مفترض يأتي معنا لكن لأسباب ما ظروف يعني تخلف ولم يحضر. كنت بتغيظه ولا إيه؟